السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من فقرات برنامج الشباب والعيد بإذن الله تبارك وتعالى. في عيد الأضحى المبارك في الفقرة الثانية من فقرات برنامج الشباب والعيد هتكون فقرة منوعة أو مثلا متنوعة. هنحضر فيها معنا اثنين من مختلف الأعمار، سنهم مش واحد، أحدهم أعجمي من بلد غير عربية أتى إلى مصر لكي يتعلم في جامعة الأزهر الشريف. نتحدث معه عن بلده، تعداد المسلمين هناك، كيف هو حال المسلمين هناك في بلده، كيف يقضون أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك في بلدهم، ونتكلم عن دراسته في مصر وفي الأزهر الشريف. النموذج الآخر بإذن الله تبارك وتعالى هيكون موهبة من المواهب الصغار من أشبالنا ومن أحبابنا الصغيرين، سواء كان في أي مجال، مجال الخطابة، مجال الإنشاد، مجال التلاوة، مجال الصوت الحسن، سواء كان في تلاوة القرآن الكريم أو في الأناشيد الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة ومع أول حلقة من حلقات الشاب والعيد في عيد الأضحى المبارك، يسعدني ويشرفني أن أرحب بداية مع النابغة الصغير المتميز والمميز والخطيب المفوه الشيخ علي. علي علي أهلا وسهلا شيخ علي. مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. آمين. أما النموذج الآخر وهو يعني من الأعاجم، حضر معنا في هذا اللقاء في أولى حلقات الشباب والعيد في عيد الأضحى المبارك، وهو من دولة بنجلاديش، وهو الشيخ عبد الله المأمون. أهلا وسهلا شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله تعالى، بداية نبدأ هذه الفقرة بقصيدة عن الحج، يعني يقرأها لنا حبيبنا الشيخ علي علي علي، فليتفضل. دعوت الله يوما فاستجابا وأكرمني بخير الواجبات وبارك دنيتي وأتم ديني بحج البيت موفور الصفات وأدركني شعور لم أذقه في أيام التي شهدت حياتي فجاء المال أجمعه حلالا وحملت الجوارح أمنياتي وفي الميقات أحرمت لربي عظيم في الكمال وفي الصفات وسقوت الذي قاصدا التمتع لأعبد ربنا وأصون ذاتي دخلت البيت من باب السلام فأجرى الدمع من عيني آتي وبدأ بالحجر كان طوافي بسبع للذنوب مطهراتي وخلف مقام إبراهيم قمت بالآيات وصليت اثنتين شربت الماء من زمزم فراتا فزالت علتي ومنغصاتي بدأت السعي من جبل عظيم وكبرت لربي تكبيراتي وسرت من الصفا أعدو رويدا إلى شارات خضر بالثبات وعند الموت أتممت سعي وحلقت الذنوب ومنبتاتي ويوم الثامن يوم التروه عدوت إلى منى بالذكريات وفجر التاسع سرنا سويا محملا بالمعاصي المهلكات وغابت شمس يوم فيه كانا كثير المعتقين والمعتقات إلى مزدلفة سرنا نلبي نداء الحق رب المكرمات وبتنا بها إلى بزوغ فجر
دفعنا إلى منى كالطوافات كأمواج البحار بكل حب وحب الله قد أعلى حياتي نحلق أو نقصر أو نضحي ونرمي العقبة بالرادمات وزرنا البيت سعيا أو طوافا وهم للحج نصف المفروضات وبتنا في منى نذكر ثلاثا وبتنا في منى نذكر ثلاثا وأرمي كي أكفر مهلكاتي وعند وداعنا للبيت طفنا وعدنا للكفاح وللحياة. أحسن تبارك الله فيك، ما شاء الله قصيدة موفقة وأداء متميز ومميز، بارك الله فيك، أحسن إليك. الشيخ عبد الله، أنت من دولة بنجلاديش وأتيت إلى مصر هنا تتعلم في الأزهر الشريف، يعني حدثنا أولا عن المسلمين في بنجلاديش، تعداد المسلمين هناك كيف وحال المسلمين هناك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الحمد لله أنا جئت في هذا المصر قبل 4 سنوات، الحمد لله أنا خلصت المعهد وبعدين التحقت في كلية أصول الدين، حاليا في سنة ثالثة قسم التفسير الحمد لله. ولكن بالنسبة في بلاد بنغلاديش الحمد لله المسلمون طيبون، أنتم تعرفون جيدا في 95% المسلمون، الدولة المسلمية. نعم المسلمة. أكيد بلا شك، يعني تقضون أيام العيد أو قضاء أيام عيد الأضحى على وجه الخصوص في بنغلاديش يختلف عن مصر، يعني لو نعم تعقد طبعا لنا وجه مقارنة بين الاثنين. الحمد لله أنا شفت في مصر حينما أنا جئت يعني للصلاة في المسجد ودخلت في المسجد، أنا شفت يعني بعد الفجر مباشرة هم يصلون المصريون، ولكن في بلدنا لا، يعني بعد الفجر ثلاثة يعني بعد 3 ساعة هم يصلون والحمد لله، وحينما نحن نخلص الصلاة بعدين يقول المصريون كل سنة أنت طيب وهكذا، وأنت ولكن عندنا يعني عيد مبارك. نعم. يعني مختلف. صحيح. يعني في بلدنا اللغة بتاعنا عيد مبارك وهنا كل سنة أنت طيب، هذا مختلف والحمد لله هكذا. كل عام وانتم بخير. طيب شيخ عبد الله، انت ما شاء الله صوتك متميز ومميز ورائع في التلاوه سواء كان في ترتيل او مجود، ايضا يعني لا انسى ان الشيخ عبد الله بفضل الله في شهر رمضان الماضي اليس كذلك صلى اماما بالناس في مسجد النور بالعباسيه، وهو بفضل الله من اكبر المساجد في مصر، ويمكن من قدمه لذلك دكتور في كليه اصول الدين، يعني حقيقه زكاه بفضل الله تقدم للامامه في لكي يؤم المصلين في مسجد النور بالعباسيه، يعني ما شاء الله بارك الله، انت فخر لكل الأعاجم وفخر لكل المسلمين. بارك الله. طيب عاوزين بقى نستمع إلى تلاوة وقراءة مرتلة وليست مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله. بارك الله فيك، رائع ما شاء الله. لقد ده هنسمع منك مجود، ولكن نرجع لحبيبنا الشيخ علي علي علي. الشيخ علي علي بفضل الله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن، فضلا عن ذلك ان الشيخ علي علي حفظ كتاب الجمع بين الصحيحين، ليس كذلك؟ كم حديث الشيخ علي؟ حوالي ان شاء الله 3000 حديث ان شاء الله. 3000 حديث ما شاء الله لقد ده. طيب لو عملناك مثلا اختبار بسيط كده ويسير يا شيخ علي، اختبرك باذن الله. طب تعالى نفتح اي صفحه من المشاهدين، في اي صفحه من الصفحات كتاب الجمع بين الصحيحين، ونسال الشيخ علي. انا هذكر الباب وهو الشيخ علي باذن الله يذكر الحديث ويذكر راوي الحديث باذن الله تبارك وتعالى. باب تقبيل الحجر. راوي الحديث عن عمر. نعم احسنت. عن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر الاسود. نعم. فقال له: لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي روايه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله به ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. أحسنت، بارك الله فيك، رائع ما شاء الله، أحسنت. ربنا فيه طبعا جمع بين الصحيحين رواه البخاري ومسلم. طيب لو فتحنا مثلا موضع آخر وقلنا مثلا باب الحلق والتقصير عند الإحلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. أحسنت ما شاء الله، رائع، ربنا يرفيك. حفظته في قد إيه يا شيخ علي؟ أنا كنت بحفظ في إسكندرية عند الشيخ وحيد عبد السلام باري. نعم. يعني مكثت هناك حوالي 3 شهور. يعني 3 شهور ما شاء الله حفظت كتاب الجمع بين الصحيحين اللي هو ما يزيد عن 3000 حديث. كنا نحفظ من الفجر الى الساعة العاشرة. نعم. كنا ننام من الساعة العاشرة الى الساعة الـ12. ونصلي الظهر ونحفظ بعد ذلك. ونأكل حتى صلاة العصر. نعم. ثم نحفظ. يعني ما شاء الله دورة مكثفة في مدة وجيزة تحفظ فيها هذا الكتاب كاملا يعني. ان شاء الله. ما شاء الله. طيب لو قلنا بقى شيخ علي، طبعا انت ما شاء الله مشهور بخطبك يعني الرنانه، وانت ما شاء الله خطيب مفوه ويعني ذو فصاحه وبيان، فعايزين تمتعنا اليوم بخطبه عن نبي الله اسماعيل عليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها المشاهدون الكرام، مشاهدو قناه الرحمه الفضائيه المباركه، سأتحدث مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى عن نبي من أنبياء الله تعالى، عن نبي فداه الله بكبش عظيم، عن نبي سمي بالذبيح، نبي أطاع أوامر الله وأطاع أوامر أبيه. هل كان أبوه يأمره بشيء بسيط؟ لا والله، كان يأمره بأنه رأى في المنام أنه يذبح. أتدرون من هذا النبي؟ نعم نعم، إنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، والده سيدنا إبراهيم عليه السلام. ذات يوم طلب من ربه أن يرزقه أولادا صالحين، قال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه، ذات ليلة رأى في المنام سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل. قال تعالى: ولما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كان سيدنا إبراهيم حزينا. إن الله عز وجل يمتحنه مرة أخرى، يمتحنه هذه المرة بذبح ابنه، فماذا يفعل؟
لو أمره الله بأن يقذف نفسه في النار لفعل، ولكن ماذا يفعل؟ في هذه المرة عليه أن يذبح ابنه. ترى ماذا يفعل؟ هل يعصي أوامر الله؟ ما تعود على ذلك. هل يخبر ابنه بذلك؟ الأمر صعب للغاية. أب يذبح ولده؟ هل يذبحه على غفلة؟ هذا أصعب. وإذا أخبر ابنه هل يقبل ابنه بالذبح؟ هل يتحمل إسماعيل آلام الذبح؟ وهل يقدر إبراهيم على أن يضع السكين على رقبة ولده إسماعيل؟ الأمر أصعب مما تتخيل. هذا أمر لا يتحمله بشر، ولكن هذا هو حال الأنبياء. إسماعيل رأى أباه حزينا فقال له: لماذا أنت حزين يا أبي؟ قال: سيدنا إبراهيم، هناك أمر أقلقني يا بني. قال سيدنا إسماعيل: وما هو؟ قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إسماعيل كان يحب أباه كثيرا، يعرف أن أباه لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، لهذا قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كان إسماعيل بارا مطيعا مؤمنا بالله ورسوله. أخذ سيدنا إبراهيم مدية وحبلا وذهب إلى أحد الوديان القريبة. إسماعيل كان يرافق إبراهيم أباه ساكتا، كان يهيئ نفسه للحظة الذبح ويدعو الله أن يمنحه الصبر لتحمل آلام الذبح. السيدة هاجر عندما رأت سيدنا إبراهيم وإسماعيل قد انطلقا نحو الوادي ظنت أنهما ذهبا لجمع الحطب، فلما وصل سيدنا إبراهيم وإسماعيل إلى الوادي نظر سيدنا إسماعيل إلى أبيه، كانت عيناه مليئتين بالدموع، وهو أيضا بكى من أجل أبيه الشيخ، فأراد أن ينهي الأمر بسرعة، فقال له: يا أبي احكم وثاقي جيدا، واكفف ثيابك حتى لا تتلطخ بالدماء فتراها أمي فتحزن، يا أبي اشحذ السكين جيدا وأسرع في ذبحي فإن آلام الذبح شديدة. بكى سيدنا إبراهيم وقال: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. أحكم سيدنا إبراهيم الوثاق على كتفي إسماعيل كان إسماعيل مغمضا عينيه مستسلما تماما لأمر ربه. أمسك سيدنا إبراهيم بجبين ولده وحناه إلى الأرض. جثى إسماعيل بهدوء، كان يودع الحياة، كان يودع أمه وأباه، وجاءت اللحظات الحاسمة. وضع سيدنا إبراهيم السكين على عنق ولده إسماعيل، لحظة واحدة وينتهي كل شيء. ماذا حدث في تلك اللحظات المثيرة؟ هل ذبح إسماعيل؟ كلا، سمع سيدنا إبراهيم نداء من السماء: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ويأمره بذبح كبش فداء لإسماعيل. فرأى سيدنا إبراهيم تجاه الصوت كبشا سمينا ينزل من فوق الجبل، كان كبش أملحا له قرون. ففرح سيدنا إبراهيم كثيرا وانشرح قلبه وقدم الكبش
وذبحه بسم الله وقدمه قربانا إلى ربنا الرحيم. ومن يومها أصبح تقديم الأضاحي من مناسك الحج. أدعو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في سرد قصة الذبيح سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صدقا بصدق والله يمكن أنا استمعت وكلنا نستمع للقصة مرات ومرات وكلنا نعلم أحداث القصة، ولكن بصدق لأول مرة فعلا الشخص يعيش مع أحداث القصة ويتخيل القصة لحظة بلحظة مع سرد الشيخ علي لهذه القصة بهذه يعني البلاغة. أسأل الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد. يعني شيخ عبد الله، يعني كما ترى الشيخ علي ما شاء الله يعني رغم صغر سنه متميز في القرآن وفي الخطابة، عندكم أيضا بفضل الله في بنجلاديش مثلا في دور لتحفيظ الأطفال للقرآن، أو ما هو مثلا يعني نشاطكم الدعوي والديني في بنجلاديش؟ نعم، في بلدنا الحفاظ كثيرون الحمد لله. أنت تعرف جيدا يعني السنة الماضية كان رقم واحد يعني واحد حافظ القرآن اسمه حافظ زكريا. نعم، من عندكم من أيوة. لا هو شارك في المسابقة المصر. نعم. والحمد لله هو فاز رقم أول اسمه زكريا. نعم، يعني زكريا هذا التحق بمسابقة في مصر. نعم، في المركز الأول. أيوة، وبعدين هو فاز بواحد رقم. نعم. الحمد لله بالنسبة في بلدي الحمد لله حفظ كثير الآن. نعم، جميل رائع. هذا من عند الله. استمعنا إليك إلى تلاوة يعني مرتل وليس مجود، نريد أن نستمع إلى مجود، ولكن قبل المجود حدثني أنت لك بفضل الله علاقات طيبة مع يعني أكبر دكاترة في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين. حدثنا عن هذه العلاقات بينك. أنا قلت بين أنت قلت عندك دكتور تعلمه هو من قدمك للإمامة في مسجد النور. الحمد لله، يعني هناك أيضا أنا أخذت الإجازات الشيخ أحمد تميم. وأنت تعرف دكتور عادل هو إمام وخطيب من مسجد النور. نعم. الحمد لله رجل طيب وشيخ كبير. نعم. أنا تعلمت منه، وإذا أخذت الإجازة الشيخ أستاذ طارق. الآن هو سافر في دول قطر. الحمد لله ما شاء الله، بارك الله فيك، أسأل الله لك المزيد من التوفيق والسداد. طيب نستمع إلى قراءة ولكن مجودة. نجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
صدق الله العظيم. موفق مسدد ما شاء الله لقد الله، أداء متميز، أداء رائع، يعني يعجز اللسان عن التعليق على هذا الجمال المبدع. يعني لنا أن نسأل أنفسنا يعني من أين هذا الجمال؟ طبعا هذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ولكن نقول الشيخ عبد الله المأمون وهو من دولة بنغلاديش وهو أعجمي، يعني يتعلم العربية منذ فقط عدة سنوات، وهو أيضا يعني يمكن أن يتكلم الفصحى. هذا وأمثال الشيخ عبد الله من العاجم حجة علينا جميعا، نحن العرب، نحن من نتكلم اللغة العربية، يعني حري بنا أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من العلماء الربانيين وأوليائه الصالحين وجنده المخلصين. طيب نرجع لحبيبنا الشيخ علي. الشيخ علي، بمناسبة تهنئة العيد، تحب تقول إيه بقى، والتهنئة أو تقدم تهنئة للمسلمين في كل مكان؟ والحمد لله رب العالمين. أحب أن أوجه التهنئة الأولى إلى الشيخ يوسف، الشيخ طلبة أحمد يوسف سليم. نعم. أدعو الله عز وجل أن يبارك له في صحته وزوجته وأولاده. نعم. هذا شيخك؟ لا يعني هو شيخ يعني أنا أعرفه. نعم. أدعو الله عز وجل أن يبارك له في صحته وزوجته وأولاده وأحفاده، وأدعو الله عز وجل أن يرجعه سالما غانما. وأحب أن أوجه التهنئة إلى أعمامي في قرية منشأة الأمراء بمركز المحلة الكبرى، عمي سامي، عمي السيد، عمي سمير، وأعمامي في قرية كف كفر العيس بمحافظة البحيرة، وجارنا الحاج عبد العزيز القواس والأستاذ ياسر فتوح النجار. أدعو الله عز وجل أن يبارك لهما في صحتهما وأزواجهما وأولادهما. ووجه تانية إلى أبي وأمي وأختي الدكتورة حسناء وزوجها الأستاذ أحمد، بارك الله وأختي الدكتورة علياء وزوجها الأستاذ أسامة. وأدعو الله عز وجل أن يشفي عمي إبراهيم مصطفى دوالي شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، يعني لمن توجه التهنئة في عيد الأضحى المبارك؟ لمن تقول كل عام أنتم بخير؟ تحب توجه التهنئة لمن؟ يعني بنسبة لمصر؟ نعم، سواء كان في مصر أو عندكم الأقارب مثلا، تحب توجه لمين؟ لمثلا للأسرة تقول لهم كل عام أنتم بخير؟ لا يعني بالنسبة هذا يعني نقول في نستعمل لغتنا. نعم. يعني عيد مبارك. عيد مبارك. لمن تقول بعيد مبارك؟ لمن يعني تقول الآن توجه التهنئة الآن؟ عيد مبارك يعني حينما نحن يعني نذهب إلى أي شخص أي بيتي وبعدين نقول هذا يعني بعضهم ببعض عيد مبارك، عيد سعيد. عيد سعيد لا نستعمل لأن هذه اللغة عربية، ولكن عيد مبارك. نعم. حسنا، تبارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أحسن عليك. طيب شيخ علي، في دقائق معدودة كلمة منك عن عيد الأضحى المبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أمة المسلمون، نحن المسلمين لنا أعياد أربع، عيدان يتكرران كل أسبوع، وعيدان يأتيان كل عام. أما العيدان اللذان يتكرران كل أسبوع، الأول يوم الجمعة عيد الأسبوع، والثاني يوم الاثنين يوم مولده صلى الله عليه وسلم، نحتفي به صياما. فلقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. أما العيدان اللذان يأتيان كل عام، الأول عيد الفطر والثاني عيد الأضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر يوم يفطر الناس، ويوم الأضحى يوم يضحي الناس. أمة الإسلام، هذا عيدنا. أهل الإسلام، سماء العيد أجمل سماء، أرض العيد أجمل أرض، ناس العيد أحب الناس إلينا، سلوكهم في العيد سلوك رباني، خلقهم في العيد خلق قرآني. فالعيد يحتاج إلى كل جديد، الملابس الجديدة والأطعمة الشهية المحببة إلى النفس، لعب الأطفال، كل ذلك لإشباع رغبات النفس وإدخال السرور على الكبار والصغار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. يعني سعدت بلقائك شيخ علي، وسعدت بلقائك شيخ عبد الله، يعني شرفتونا ونورتونا. اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيكما
وأن يجعلكما من الصالحين المخلصين المتقين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر للشيخ الصغير سنا الكبير مقاما وعلما، الشيخ علي جزاكم الله خير علي، وكذلك لأخي الحبيب الشيخ عبد الله المأمون من بنجلاديش جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. والشكر موصول لأخوي الحبيبين الحاضرين الغائبين في الفقرة الأولى من فقرات الشباب والعيد. يعني الشيخ علي والشيخ عبد الله، نحن بدأنا الحلقة اليوم أولى حلقات الشباب والعيد بالتكبير، وما أجملها أن ننهيها بالتكبير. فالتكبير هو تكبير المقيد، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق. فتعالوا بنا سويا ننهي هذه الحلقة بالتكبير. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر وبالله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفرحنا ضيا يسعدنا بالعيد، لا تفيد يا حيا نفسنا ثوب جديد وفرحنا ضيا.